هذا وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر تكثف اتصالاتها لتعزيز الاستقرار في المنطقة وخفض حدة التصعيد الإقليمي والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن الجهود المكثفة للتوصل إلى حد شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية مع تنفيذ حل الدولتين. وخلال المؤتمر الصحفي أشار عبد العاطي إلى جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة التوصل إلى صفقة تفضي إلى وقف إطلاق النار في القطاع. تبذل مصر بالتعاون مع شقيقتها قطر وبالتعاون مع الولايات المتحدة خالص الجهد في إطار سرعة التوصل إلى صفقة تفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف أعمال القتل للمدنيين وتبادل للأسرى والرهائن. هذا هو المفتاح لبداية الحل في هذه المنطقة وبداية تخفيض التصعيد وبداية منع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب شاملة لا يعلم إلا الله مداها وما ستسفر عنه من قتل وتخريب ودمار. وبالتالي سنستمر في هذا الجهد ونأمل أن تتوافر حسن النية والإرادة السياسية للتوصل لهذه الصفقة العاجلة التي لابد وأن تفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف القتل للمدنيين الفلسطينيين.